اهلا بيكم. دلوقتي هنخش بعد ما عرفنا واحنا بنشتغل في سكادجولينج مانجمنت، عرفنا كل اكتيفيتي ايه علاقتها بالاكتيفيتي التانية، يبقى فاضل لنا ان احنا نخش على الخطوة اللي بعديها ونبتدي نشوف ايه الزمن اللي محتاجاه كل اكتيفيتي، لان ده العنصر الاخير قبل ما نقدر نعمل الجدول. طبعا ما اعتقدش ان انا محتاج اكلمكم كتير عن اهمية ان انا اتعرف على الزمن اللي محتاجاه كل اكتيفيتي، لكن محتاج اقول لك حاجة، وهو ان الزمن اللي انت بتحطه ده زمن تقديري بيعتمد على الاكسبيرينس او الكومن براكتسز، او لو في حدود بيحطها لك القانون في حاجة معينة. مع ذلك لازم دايما تتوقع ان الزمن اللي هتنفذ فيه اي عملية هيكون اكتر من اللي انت متوقع، ده بطبيعة الحال. اوكي، لاسباب كتيرة ممكن يطول الكلام فيها، لكن على الاقل مشكلة انت شخصيا، اي واحد فينا انا وانت بطبيعة الحال دايما بنعتقد ان احنا نقدر نعمل احسن من اللي احنا فعلا نقدر نعمله. اسمه اوفر كونفيدنس بايس. البايس ده دايما بيخلينا بايس، يعني حيود، اوكي، بنحيد عن الحقيقه. الحيود ده او البايس ده بيخلينا دايما نعتقد ان احنا نقدر نخلص الحاجه في اقل من الوقت اللي هي محتاجاه، وبارخص من اللي هي محتاجاه، وبكواليتي اعلى من اللي هي من اللي مطلوبه مننا، و و و لكن الحقيقه دايما بتبقى غير كده. بس anyway، ده مش عيب فيك، دي طبيعة فيك، وبما انها طبيعة فيك يبقى لازم تحطها في اعتبارك. عشان كده دايما الاستيميشن بتاع الوقت بيعتمد على داتا، وانا كنت اتكلمت معاكم قبل كده على موضوع ان انت تسجل البيانات بتاعت كل حاجة بتتعمل ازاي وبتتكلف ايه، وكل البيانات بدقة، علشان تقدر فعلا لما تيجي تعمل استيميت بعد كده لمشروع جديد، الاستيميت بتاعك ده او التقدير بتاعك ده يكون تقدير كويس. خلصنا الاستيميت بتاع التايم، يبقى العناصر اكتملت، نقدر نروح نخش على ايه؟ الجدول بقى. ايه ده؟ فين الجدول؟ هو ده الجدول؟ انا اللي وريته لكم دلوقتي ده اسمه ايه؟ جانت شارت. كنا اتكلمنا عن الجانت شارت. جانت شارت انا حطيتها مكان الجدول، دي وجهة نظري الحقيقة. هو الجدول المفروض جدول له أعمدة وصفوف وفي بيانات لكن الحقيقة انا بشوف ان الجانت شارت بالنسبة لي هي الجدول. تعالوا نشوف ازاي مع بعض. دلوقتي احنا لو رسمنا الجانت شارت دي بالعلاقات المنطقية اللي جبناها من البيرت، الاكتيفيتيز المختلفة، والتايم اللي جبناها من التايم استيميشن، وابتدينا نبص مع بعض على العلاقات دي، وجينا عند نقطة ما من الزمن. لو تفتكر احنا كان عندنا الاتجاه الافقي بيمثل الزمن، الاتجاه الرأسي بيمثل الاكتيفيتيز بتاعتنا. عند اي نقطة في الزمن انت تقدر تيجي وتقول اليوم ده او الاسبوع ده في اكتيفيتيز ايه بتتعمل، صح؟ تطلع عليها وكل اكتيفيتي هتعدي عليها، يبقى الاكتيفيتي دي هتبقى موجودة هنا. طيب الاكتيفيتي دي محتاجة قد ايه مان، قد ايه ماني، قد ايه ماشين، قد ايه ماتيريال. يبقى انت كده عرفت اليوم ده محتاج ايه من الريسورسز دي ولا لأ، كده؟ يبقى انت كده قدرت تحط نقطة في السكادجول بتاعك. النقطة دي بتمثل يوم، في اليوم ده انت محتاج قد كذا ماني، قد كذا ماشين، قد كذا ماتيريال، قد كذا ماني. يبقى انت قدرت تعرف دلوقتي انت محتاج فلان وفلان كمان بالاسم، او اتليست بالوظيفة، هيكونوا شغال في اليوم ده في الاكتيفيتي دي ولا لا. طيب وانس قدرت تملى بقى الجدول ده، هيجي حاجة خطوة مهمة جدا وخطيرة جدا، انك ترسم الرسمة دي. اوكي، هتيجي تلاقي جراف، حاجات طالعة ونازلة. الجراف ده واحد للمان، واحد للماني، واحد للماشين، واحد للماتيريال. تعمل بيه ايه بقى الجراف ده؟ خلينا هنا اقف لحظة واقول لك، من الحاجات
ممتازة في أي نظام بتعمله إدارة إن الموارد بتاعتك احتياجاتك للموارد يبقى ثابت مع الزمن. يعني إيه ثابت مع الزمن؟ يعني زي مثلا 15 عامل هحتاجهم كل يوم على مدار حياة المشروع، وهحتاج كل يوم على مدار حياة المشروع طن أسمنت وطن حديد ومتر رمل، وهحتاج لودر يشتغل عندي 5 ساعات كل يوم. طبعا انت من الكلام ده قادر تتخيل ان ده تقريبا مستحيل ولا لا؟ تقريبا مستحيل، ان لم يكن فعلا مستحيل. ليه؟ لان بطبيعة الحال في البروجكت في ايام بيبقى فيها زنقة شغل وايام بتبقى مريحة في الشغل، مش كده ولا ايه؟ مش احنا سمعنا اكيد سمعت في يوم من الايام الاكسبريشن ده بتاع زنقة الشغل وتريحة الشغل، اوكي؟ بس طيب امال ليه بنتكلم على الحاله المثاليه بتاعت ان كل حاجه ثابته؟ قالك بان صحيح ان مش ممكن كل حاجه تبقى ثابته كل يوم، بس على الاقل نحاول نقرب من ان هي تبقى ثابته. ازاي؟ هنيجي لما نرسم بقى الرسمه اللي كنا بنتكلم عليها من شويه اللي هي فيها المان والماني والماشين والماتيريال ديستريبيوشن مع التايم. هتلاقي ان انت عندك في يوم في محتاج عمالة كتير قوي، ويوم تاني اكيد مريح. طيب ترجع وتبص على الجانت شارت بتاعتك، يا ترى في الجانت شارت دي كل الاكتيفيتيز دي محتاجة تتعمل في اليوم ده، اليوم اللي هو يوم الزنقة ده، محتاج الحاجات دي كلها تتعمل في اليوم ده، ولا في حاجات ممكن تتقدم وحاجات ممكن تتأخر؟ لما تبص كتير قوي من الاكتيفيتيز هتلاقيها ممكن نبدرها في الزمن او ناخرها في الزمن. لما تبدر حاجه شويه او تاخر حاجه شويه يبقى انت شلت من اليوم ده ولا لا؟ لما تشيل من اليوم ده يبقى احتياجاتك في اليوم ده هتنزل، والاحتياجات في الايام اللي جنبيه هتعلى، صح ولا غلط؟ يبقى انت كده بتقرب من الايديال، بتقرب من الصورة المثالية اللي انت بتدور عليها. مش هتوصل لها، هيفضل في ايام فيها زنقة شغل وايام فيها راحة شغل، بس على الاقل الزنقة ما تبقى اليوم الزنقة ما يبقاش فيه احتياجاتك للعمالة 10 اضعاف اليوم اللي مريح، مش كده ولا ايه؟ خلاص؟ يبقى دي اهم مرحلة في البلاننج واهم مرحلة في السكيدجولينج على الاقل في الاول، وهي ان انت توازن احتياجاتك على مدار حياة المشروع، تحاول تقلل العالي وترفع الواطي. اوكي؟ تقوم كده لما انت خلصت الخطوة دي الخطة بتاعتك بقت احسن، احتياجاتك بقت اريح، يبقى على طول تاخدها وتخش على اخر مرحلة من مراحل السكيدولينج مانجمنت وهي الكنترول. ايه الكنترول؟ زي السكوب كنترول، زي ما هنتكلم في كل حاجه في الكنترول، في الكوست وفي الكواليتي، في 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 الكنترول في السكادجولينج هو ان انت تتابعه، اوكي، وتحاول تعدل اداؤه كل ما يحيد عن الخطه. تعديل الاداء بيبقى بحاجات مختلفه، ساعات بان انت تجيب ريسورسز اكتر، ساعات بان انت تحاول تضغط وقت الناس اللي موجوده عندك اكتر، بساعات ساعات اي مكان، بس لازم يبقى في كونتينيوس مونيتورنج للسكيدجول وكونتينيوس مونيتورنج كونتينيوس كنترول اكتيفيتيز على السكيدجول. عشان كده موضوع البلاننج ده ما بيخلصش طول حياه المشروع، دايما البلان مفتوحه قدامك وكل يوم بيحصل فيها تعديل جديد. يبقى احنا كده بسرعة اتكلمنا عن السكيدولينج مانجمنت، الحاجات اللي فيه بنكسر الاكتيفيتيز، بنجيب بنعمل العلاقات بين الحاجة وبين بعضها، بنشوف الريسورسز، وبعدين نعمل الجدول، واخر مرحلة او اخر مرحلتين نبتدي نظبط الجدول ونعمل عليه مونيتورينج اند كنترول. احنا كده خلصنا كلامنا عن السكيدولينج مانجمنت، وعايزين نخش بعد كده على الكوست مانجمنت ان شاء الله. أرجو إن يكون الكلام كده واضح، وإن ما يكونش في حاجة مش واضحة. عموما لو في أي حاجة مش واضحة تقدر على طول تبعت لي مسج أو تعمل كومنت على الفيديو، وإن شاء الله نبقى نتناقش فيها ونوضحها أكتر. أشوفكم على خير إن شاء الله.